للمزيد من إلقاء الضوء على المشهد الفلسطيني في ظل تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة واستئناف المباحثات المتعلقة بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة القدس المحتلة الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ راسم عبيدات. أستاذ راسم، بداية مرحبا بك. يعني الآن وبعد 323 يوما من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، من قتل المدنيين بالجملة، من تحطيم وتدمير البنى التحتية بالجملة، يعني ألا يزال نتنياهو يراهن على عامل الوقت؟ ألا ترى أن هذا الأمر لا يبدو منطقيا؟ صحيح يا سيدي، لا يبدو منطقيا، ولكن نتنياهو هو يستمر في عمليات القتل والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ولم تعد هناك أهداف عسكرية ولا ميدانية. كل الأهداف التي يجري قصفها كما تلاحظون هي أهداف مدنية، استهداف للأطفال والنساء ولكبار السن، المجازر ترتكب بالجبن في قطاع غزة، الشهداء والجرحى يتواصل نزيف الدم الفلسطيني، ونتنياهو يخوض هذه الحرب بعقلية ثأرية انتقامية، ويقول بأنه سيستمر في هذه الحرب حتى يتمكن من القضاء على المقاومة الفلسطينية في القلب، منها حركة حماس. ولكن هو يدرك تماما في هذا المجال أن المقاومة الفلسطينية بعد 323 يوما هي توقع المزيد من الخسائر في سبل جنوده وضباطه، وتستنجد هؤلاء الجنود والضباط للاحتلال. اليوم هناك 3 جنود قتلى والعديد من الجرحى بالكمائن التي نصبتها المقاومة الفلسطينية، واستخدام طائرة المسيرة الزواري في الانقضاض على جنود الاحتلال، وإيقاع جنود الاحتلال في الحقول ألغام معدة سلفا في هذا الاتجاه. ولذلك أنا لا أعتقد بأن الهدف في هذا الاتجاه هو أن نتنياهو يريد فقط من خلال هذه الحرب أن يستمر في عمليات الإبادة والقتل. نتنياهو هو أصلاً مسؤول بمصالحه الشخصية والمصالح السياسية الخاصة، والتي يرى أن استمرار الحرب تخدم هذه المصالح، وربما هو يطمح بأن تتصاعد الحرب إلى خارج حدود قطاع غزة من أجل خلط الأوراق لمنع محاسبته ومساءلته عن الهزيمة في 7 أكتوبر والفشل الأمني والاستخباري، ويريد أن يورط الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الحرب، والتي يسعى لكي تتحول إلى حرب واسعة وربما إلى حرب إقليمية في هذا الاتجاه. لذلك الأهداف بالنسبة لنتنياهو تتعدى قطاع غزة في هذا الاتجاه، وهو يشعر تماما بأن الأهداف التي يتحدث عنها وما يسمى بالنصر الساحق، المؤسسة العسكرية والأمنية تقول بشكل واضح أنه لا يمكن القضاء لا على حماس ولا على المقاومة الفلسطينية، وهناك وهم يسميه نتنياهو بال. طيب أستاذ راسم، كيف تقرأ احتمالات التوصل إلى اتفاق؟ يا سيدي، هذه المفاوضات أضحت مفاوضات عبثية. الطرف الأمريكي والإسرائيلي يفاوضين بعضهم البعض، وهناك شهود من الطرفين العربيين المصري والقطري في هذا الاتجاه. المقاومة الفلسطينية في كل المراحل التزمت بما يجري الاتفاق عليه. في 6 أيار كان هناك مقترح مصري قطري وافق عليه ويليام بيرث مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ورفضه نتنياهو وذهب إلى معركة رفح لتحقيق ما يسمى بالانتصار الساحق في هذا الاتجاه. وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية طرحت مبادرة، وهذه مبادرة الرئيس بايدن في 31 أيار، وصادق عليها مجلس الأمن الدولي في 11 حزيران، وفي 2/7 تموز من الشهر الماضي وافقت المقاومة في القلب منها حركة حماس على هذه المبادرة، وعلى تصديق مجلس الأمن الدولي عليها تحت قرار 27-35. ولكن نتنياهو لم يوافق على تلك المبادرة، وذهب إلى ارتكاب مجزرة في خان يونس، وعندما شعر بأن الأمور في هذه تقترب من تنفيذ صفقة تبادل الأسرى ذهب إلى ارتكاب مدرسة التابعين. لذلك في كل مرة نتنياهو إما أن يضع ويضيف شروط دقيقة جديدة أو يرتكب مجازر، بذلك أنه حتى الصحافة الإسرائيلية وأهالي الأسرى والمؤسسة الأمنية والعسكرية ويقولون بأن نتنياهو
هو الذي لا يريد إتمام صفقة تبادل للأسرى، هو بالأساس ما وعن قرار السياسي. ما الذي يجعل البيت الأبيض يصرح دائما او يعني خلال المرحلة الحالية بأن ثمة اتفاق سوف يحصل في القاهرة، وأن هناك يعني مجريات الأحداث مجريات بناءة وإيجابية؟ في كل مرة يا سيدي بلينكن وبايدن وبلينكن وكيربي وسيلفيان يشيعون وغيرهم من الإدارة الأمريكية، وهذه الإدارة الأمريكية التي هي تكذب كما تتنفس، يتحدثون عن قرب التوقيع على الاتفاق وأن هناك مفاوضات إيجابية وبناءة. الولايات المتحدة الأمريكية عندما نسبت مبادرتها في زيارة بلينكن التاسعة واستجابت لاشتراطات نتنياهو الأمنية، هي تخلت عن هذه المبادرة، والمقاومة الفلسطينية وحماس تلتزم بالمبادرة التي وافقت عليها في 2 تموز من الشهر الماضي. ولذلك عندما يتحدث عن ويريدون اغتسال القضية في معبر أو معبر صلاح الدين أو في فيلادلفيا، الحدود التي تفصل بين فلسطين ومصر، والقول بأن إسرائيل تقدم تنازلات في هذا الاتجاه وتريد أن تحتفظ بتواجد عسكري جزئي على معبر فيلادلفيا، وأن على المقاومة الفلسطينية أن تستجيب للشروط الإسرائيلية، وكأن المسألة أصبحت معبر فيلادلفيا. المسألة ليست معبر فيلادلفيا وتحميل المقاومة الفلسطينية مسؤولية الفشل، أو وضعها بين خيارين صعبين، إما أن توافق على المقترح الأمريكي الجديد وبالتالي هي تعلن استسلامها كمقاومة فلسطينية وحركة حماس، والمقاومة حماس ليست ضعيفة حتى تستجيب للشروط والإمداد الأمريكية أو ترفض، ويتم تحميل المقاومة لمسؤولية الفشل، وهذا ما يطمح إليه بلينكن وكيربي وبايدن وغيرهم. لا يجرؤون على تحميل نتنياهو مسؤولية أنه من يفشل المفاوضات، وبالتالي يريدون تحميلها لحماس حتى لا تنتصر لا حماس ولا المقاومة وتنهزم دولة الاحتلال في هذه القضية. نتيجة التصعيد العسكري أستاذ راسم، نتيجة التصعيد العسكري هناك تحذيرات أممية من أن ما ربما يحدث انتفاضة حقيقية في الضفة الغربية. وصفت الضفة الغربية بأنها تشبه إلى حد كبير برميلا من البارود في أي لحظة ينفجر. يا ترى ما الذي يجري في الضفة الغربية؟ كيف تتابعه؟ يا سيدي ما يجري في الضفة الغربية حرب شاملة تشن على الشعب الفلسطيني، وتشترك فيها ثلاثة دعني مستويات. المستوى الأول جيش وأجهزة أمن الاحتلال الذين يقومون يوميا بعمليات اقتحام للضفة الغربية وتحديدا لشمال الضفة الغربية، عمليات تصفيات واغتيالات بالإضافة إلى اعتقالات وقائع، عمليات دهم وتفتيش، تدمير ممنهج للبنى التحتية والطرق الزراعية والشوارع والمشافي وكل ما يتصل بالجانب المدني في تلك المناطق، حتى وصل الأمر بوزير خارجية الاحتلال إسرائيل كاتس للقول يجب إخراج سكان قطاع مخيم جنين والعمل على تدمير ومحو مخيم جنين والمخيمات في الكامل. هذا يتفق مع المعايير الإنسانية الأمريكية والأخلاقيات الأمريكية عندما يتحدث وزير بهذه الطريقة. بالمقابل يا سيدي الجهة الثانية سموتريتش وزير مالية الاحتلال يعمل على إغراق الضفة الغربية بالمستوطنين، يريد أن يزرع في الضفة الغربية 1,000,000 مستوطن، واستولى على 40,000 درهم من أراضي الضفة الغربية، وهناك 24,300 وحدة استيطانية سيتم بناؤها في الضفة الغربية. وعلى الوجه الآخر بن جبير يسلح المستوطنين ويقودهم في عمليات شن حرب شاملة على شعبنا في الضفة الغربية. كل يوم نشهد اعتداءات متواصلة على شعبنا في مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية، عمليات قتل وعمليات جرح، حرق ممتلكات ومركبات، والاستيلاء على محاصيل وأيضا والاستيلاء على الأغنام، وعمليات طرد وتهجير وقطع الطرقات وبث الرعب والخوف في صفوف المدنيين الفلسطينيين، محاولة طردهم وتهجيرهم من أراضيهم وبيوتهم، كما يحصل في منطقة الأغوار وفي مسافة ريطة وفي مناطق شرقي مدينة القدس. شكرا جزيلا من مدينة القدس المحتلة عبر سكايب الكاتب والمتخصص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ راسم عبيدات. شكرا.